تمر علي بعض الحالات شوية غريبة. يعني في بعض الحالات أحيانا تعرض علي نشوف الشاب أو البنت حافظ للقرآن لكنه ما يصلي. يمكن بعضكم يستغرب الحين، وأنا شفت صراحة حالات من هالنوع. طيب سؤال، شلون إنسان حافظ القرآن وما يصلي؟ شنو معنى هالكلام؟ هذا معناه في مشكلة تربوية. شنو هي المشكلة؟ إن أمه وأبوه لما كان هو طفل كانوا حريصين على حفظ القرآن، وما كان عندهم حرص على حب القرآن وحب الإيمان وحب رب العالمين. شوفوا، هي مسألتين. حفظ القرآن، أي شخص ممكن يكون عنده ذكاء لغوي وسريع بالحفظ يحفظ القرآن كله. وأنا أعرف ناس نصارى ما هم مسلمين وحافظين القرآن كله. فالقضية مو قضية أني أنا أجبر الطفل على الحفظ، بقدر ما أنا لازم يصير عندي توازن. مثل ما أحبب ولدي بحفظ القرآن، لازم أحببه بالدين وأحببه بالإيمان وأحببه بطاعة الرحمن وأحببه بالصلاة وأحببه بالصيام وأحببه بحب الله ورسوله. يعني هو لازم يصير عندي أنا توازن. أما أني أنا أحفظ قرآن أحفظ قرآن أحفظ قرآن أحفظ قرآن، وبالأخير يطلع عندي هذا الولد لما يصير عمره 20 ولا 22 سنة ما يصلي وهو حافظ القرآن. طيب شنو معنى هذا؟ معناته في خلل تربوي في الموضوع، أني أنا كنت أحث على حفظ القرآن لكن ما كنت أصرف لا من وقتي ولا من جهدي ولا من علمي أني أحببه بالذي أنزل القرآن اللي هو رب العالمين. ويصير في علاقة محبة وحب، أخليه يعتز أنه مؤمن ويعتز أنه مسلم ويعتز بها الهوية. ولا هي قضية حفظ القرآن قضية سهلة، ما هي صعبة، لكن أن يحفظ القرآن ولا يصلي هذه حقيقة إشكالية. أنا من يومين كنت قاعد مع يعني شاب وكان حزين والدمعة تنزل من عينه، يقول لي أنا حافظ كتاب الله بس ما صلي، وودي أصلي بس أحس نفسي أحس عندي كسل. طبعا هذا الكسل شنو أساسه؟ أنه لما كان صغير ما تم تربيته على حب الله ورسوله، ولا تم تربيته على حب الإيمان وحب الصلاة وحب الصيام. وهذه مسألة مهمة في التربية الدينية والتربية الإيمانية، لازم ننتبه لها، أن يكون عندنا توازن لا إفراط ولا تفريط. الصلاة عمود الدين لازم نركز عليها، ولا نشجع الأطفال بالأوامر، وإنما بالحب نشجعهم في تطبيق العبادات مع حفظ القرآن.